يبقى اول حاجه عرفنا زاد الهارت ريت حصل اعرفوا المصطلحات يا جماعه. كلمه انكريس هارت ريت معناها ايه؟ تاكيكارديا. ممكن هتلاقيه يقول لك منشن 5 او 6 كوزز اوف تاكيكارديا ان كيس اوف اكيوت اكسرسايز. يقول لي حد يقول لي بس يعني ايه تاكيكارديا وانا احل على طول. تاكيكارديا معناها انكريز ان هارت ريت. زاد الستروك فوليوم زاد الكارديك اوتبوت. طبعا البلاد بريشر. مين شاطر يقول لي الارتيريال بلاد بريشر بنحسبه ازاي؟ هو حاصل ضرب اف ايه؟ الكاردياك اوتبوت في ايه؟ توتال بريفرال ريزيستنس. يبقى الارتيريال بلاد بريشر بيساوي الكاردياك اوتبوت مالتبلايد في التوتال بريفرال ريزيستنس. طب الكاردياك اوتبوت شايفين الكلام جاي ببعضه ازاي يا جماعه؟ ماشيين بتسلسل منطقي. بدأنا بهارت ريت ثم ستروك فوليوم. طب حاصل ضربهم كاردياك اوتبوت بوت. طب اضرب الكاردياك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس يدينا ارتيريال بلاد بريشر. كلام بيجيب بعضه. طيب الكاردياك اوتبوت بيزيد كلام كويس. طب ايه رايكم التوتال بريفرال ريزيستنس الجنرال توتال بريفرال ريزيستنس تقل ولا تزيد؟ تقل ليه وتزيد ليه؟ ها اولا تقل. انت بتقول تقل. طب تقل ليه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن فالتوتال بريفرال ريزيستنس تقل. طيب مش دي سمباثيك ستيميليشن؟ ركزوا معايا. مش اكسرسايز يعني معناه في جنرالايز سمباثيك ستيميليشن صح؟ ودي بتعمل ايه؟ مش بتعمل سيستميك فاسو كونستريكشن؟ يبقى لوجيكالي هتلاقي فيه ايه؟ زياده للتوتال بريفرال ريزيستنس نتيجه ايه؟ نتيجه سمباثيك ستيميليشن. فده زاد وده زاد ان الريزلت ان الارتيريال بلاد بريشر. بس انهي واحد؟ السيستوليك بلاد بريشر. هفهمك انت اللي انت تقصده ده الديكريز امتى؟ هنشوف حالا. اصبر بس. السيستوليك هو اللي بينطبق عليه الكلام ده. السيستوليك بلاد بريشر هيزيد مع الاكيوت اكسرسايز. طب الدايستوليك بلاد بريشر ده اللي انت عايز تقوله بقى. الدايستوليك بلاد بريشر بيعتمد على الديامتر اوف ارتيول في الاكتف اورجن. اكتف اورجن عند المصل مش الجنرال سيركوليشن. في المصل ايه رايك؟ السمباثاتيك سبلاي للمصل نوعه ايه؟ ادرينرجيك ولا كولينرجيك؟ هما الاثنين بس اللي له الغلبه الكولينرجيك. ففي حاجه اسمها سمباثاتيك كولينرجيك فايبر. هي سمباثاتيك والكيميكال ترانسميتر استايل كولين. فبتبقى تعمل ايه مع السمباثاتيك ستيميليشن؟ يحصل فازو دايلاتيشن لها. فتقل البريفرال ريزيستنس الموجوده في الاكتف ايه؟ مصل. فبالتالي يا اما الدايستوليك بلاد بريشر يدنو وزن نورمال يا اما يقل نورمال. مع المايل والمودريت اكسرسايز الدايستوليك بلاد بريشر يا اما يدنو ثابت يا يقل. مع السيفير اكسرسايز القاعده بتقول ايه؟ اللي يزيد عن حده يتقلب لضده. فمع السيفير اكسرسايز مين يشتغل بقى؟ بقت السمباثيك ادرينرجيك فايبر اللي بتصبرها السكيليتال ماسل. انا اتفقنا السكيليتال ماسل سبلايد باي سمباثيك كولينرجيك وسمباثيك ادرينرجيك اللي ليها الغلبه الكولينرجيك. طفح الكيل بقى. طب حصل ماركت ستيميليشن ماركت سمباثيك ماركت اكسرسايز سيفير اكسرسايز مين اللي هتشتغل؟ الادرينرجيك. فيحصل فيها فازو كونستريكشن فيزيد البريفرال ريزيستنس فيزيد الدايستوليك بريشر في الحاله دي. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى الارتيريال بلاد بريشر في فرق ما بين الافكت على السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر. على السيستوليك مع المايلد والمودريت والسيفير بيزيد. الدايستوليك مع المايلد والمودريت يا اما يدنه ثابت او سلايتلي ديكريز. مع السيفير اكسرسايز هلاقي الدايستوليك بلاد بريشر انكريز وعرفنا السبب ايه. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس قوي. طيب الفينس ريتيرن يتقال بعد الايه؟ الكاردياك اوتبوت. زاد الفينس ريتيرن ولا ما زادش عندنا في حالات الاكسرسايز؟ بيزيد الفينس ريتيرن. السبب البسيط في سمباثيك ستيميليشن عمل فينو كونستريكشن. الفينو كونستريكشن بتزق الدم ناحيه الهارت يعني بتزود لك الفينس ريتيرن. الكوروناري بلاد فلو مش دي سمباثيك ستيميليشن؟ السمباثيك بتعمل ايه؟ مش بتزود الكاردياك اكتيفيتي؟ زاد الكاردياك اكتيفيتي تعمل ايه؟ اما الواحد يشتغل كتير ويتحرك كتير مش بيها لا بيطلع ويست برودكت صح؟ فانت اما الهارت يشتغل كتير بيطلع ميتابوليتس والميتابوليتس دي فازو دايليتورز فتعمل كوروناري دايلاتيشن وبالتالي يحصل ايه؟ مع الكوروناري دايلاتيشن يزيد الكوروناري بلاد فلو.
بيحصل حاجه اسمها، احفظوا الريفلكس ده برضك وهنكرره حالا، حاجه اسمها انريفس ريفلكس. ايه الانريفس ده؟ واحد بيقول لي انا خلصت من البين بريتش لما يجي لي انريفس ولا ارنبس، اسمه انريفس ريفلكس. ايه الانريفس ريفلكس ده؟ مش احنا اتفقنا لو ما يزيد الرايت اتريال بريشر هيعمل ريفلكس تاكيكارديا وسميناه البين بريتش ريفلكس؟ قال لك لو حصل انكريز ان رايت اتريال بريشر، كتير ام سي كيو في النقطه ديت وعاملها لكم تجميع، يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج doesn't occur with increase in right atrial pressure مثلا، او which of the following occurs with increase in right atrial pressure. اما يزيد ال right atrial pressure بيحصل reflex coronary dilatation، وما يحصل coronary dilatation هيزيد ال coronary blood flow، ولذلك بقول عليه ايه؟ reflex and reflex reflex. reflex increase in coronary blood flow in response to increase in right atrial pressure. يبقى الرايت اتريال بريشر لما يزيد عمل لك تاكيكارديا، الرايت اتريال بريشر لما يزيد عمل لك ايه؟ زياده للكورونري بلاد فلو. لما الرايت اتريال بريشر يزيد يزود ريليز اوف سيرتن هرمون من الاتريال اسمه اتريال ناتريوريتك فاكتور او بيبتايد. لما الرايت اتريال بريشر يزيد هيؤدي الى ديكريز اوف ريليز اوف انتي دايوريتك هرمون. اما الرايت اتريال بريشر يزيد فيه وف حاجه اسمها الجاجولار فينس بلس، لو كنتوا خدتوا الايه؟ الكلينيكال سكيل. الجاجولار فينس بريشر، الجاجولار فينس ويفز، في ويفز كده ويف اسمها ايه؟ سي ويف واي ويف، وانتوا بتاخدوا الكاردياك سايكل مع الاتريال سيستول الرايت اتريال بريشر يزيد فيعمل ويف في الجاجولار فينس كيرف اسمها الاي ويف. مع الايه؟ مع الايزومتريك كونتراكشن. في الكاردياك سايكل الصمام اللي ايه؟ اللي هو ما بين الاتريا والفنتريكل اللي هو الاي في فالفس بتطلع ايه؟ ناحيه الاتريا شويه فتزود الرايت اتريال بريشر فتعمل لك حاجه اسمها سي ويف في الجاجولار فينس كيرف. يبقى عرفنا تجميعه صغيره اهي، لما يزيد الرايت اتريال بريشر يحصل ايه يا جماعه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل تاكيكارديا، انكريز للكورونري بلاد فلو، هيحصل ريليز للاتريال ناتريوريتك بالطاير، هيقل الريليز اوف انتي دايوريتك هرمون، هيحصل سي او وي او اي ويف في الجاجولار فينس كيرف اكوردنج تو اتس كوز. اخيرا هيحصل بلاد ريديستريبيوشن او ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد مع الاكسرسايز. انت دلوقتي عايز العضله تشتغل بكفاءه، عايز يزيد لها البلاد فلو، صح ولا لا؟ يبقى لوجيكالي البلاد هيشفت من الانكتيف اورجان للاكتيف اورجان، ولذلك بيقول لك ما تاكلش كويس او ما تملهاش وتحاول تمشي بعدها على طول. ليه؟ لان الاكل ده عباره عن اكسرسايز للجي اي تي. ده انت بتعمل مجهود كبير، الاكل دوت هيلاقي عايز الدم كله يروح ناحيه الجي اي تي عشان يبدا عمليه الدايجيشن وخلافه. فانت تقوم عامل اوفرلود على الجسم نفسه وايه، وتقوم عامل كمان اكسرسايز، الدم هيروح فين ولا فين؟ هل عمرك شفت حد بيوصي لاعب كوره يقول له قبل الماتش على طول هات معرفش اكل ايه وكل واملاها؟ ينفع الكلام ده؟ هينزل نايم في الملعب او هينام من اول خطوتين، صح ولا ايه؟ كلام كويس. يبقى لما اجي اقول الجنرال افكتس بقت واضحه، زاد الهارت ريت، زاد الستروك فوليوم، زاد الكاردياك اوت بوت، زاد الايه؟ الارتيريال بلاد بريشر، زاد الفينس ريتيرن، زاد الكورونال بلاد فلو، حصل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد. ابص لبعض الصور كده يا جماعه. واضح جدا ان ايه؟ ويزين سيرتن ليميت الستروك فوليوم بيزيد. فرانك ستارلينج لو. الهارت ريت واضح انه بيزيد مع الاكسرسايز. المين ارتيريال بلاد بريشر سيستوليك ودايستوليك، شوف كده الايه؟ الدايستوليك بلاد بريشر. وهذا الايه؟ السيستوليك بلاد، شايف السيستوليك بلاد بريشر ماشي زايد ازاي؟ الدايستوليك بيقل او ثابت، حتى ثابت او بيقل مع المايلد والمودريت اكسرسايز. هذا ريديستريبيوشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا بلاد. اندر ريستنج كونديشن، ركز كده شوف المصل وصل لها دم قد ايه؟ 21% من الكاردياك اوت بوت. شوف مع الاكتف اكسرسايز شوف المصل يوصل لها كام؟ ممكن اب تو 88% من الكارديك او كود. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب اللوكال افكتس على السكيلتال مصل بقى نفسها، الاكتف مصل. هانت يا جماعه المين بط خلص، تعالى المحاضره. اللوكال افكت اوف اكيوت اكسرسايز اور اكتف سكيلتال مصل، السكيلتال مصل نفسها.
اول نقطه قلناها هينكريز البلاد فلو تو ذا اكتيف ماسل. ده حصل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد من الاكتيف اورجان في اتجاه هذا الاكتيف اورجان. طيب حد شاطر يقول لي ازاي بيحصل شيفتنج للبلاد ناحيه الايه؟ الاكتيف ماسل. ازاي بيزيد البلاد فلو للاكتيف ماسل؟ فكروا كده يا جماعه. اول حاجه دايما خدوها بتاعت يا جماعه الحاجه لما تتفهم تبقى سهله. انا اول مفتاح اللاب والمحاضره اول كلمه قلت لك ان الاكسرسايز اول ما تفكر في اكسرسايز فكر في سمباثيك سيميليشن. فاكرين الاس جي لما كنت اقول لك ترجم اول كلمه تقولها اكوردنج تو دايبول لوب وانت بتترجم اي ويف؟ هنا نفس الكلام. سبب اي حاجه افتكر ان السمباثيك سيميليشن بيحصل مع الاكسرسايز. طب الاكسرسايز عمل سمباثيك سيميليشن، سمباثيك سيميليشن يعمل ايه في البلاد سبلاي للاكتيف ماسل؟ سمباثيك كولينرجيك فايبر، يعني بيعمل دايلاتيشن، يعني بيزود البلاد فلو. وضحت الصوره؟ ها واضحه يا جماعه؟ بالاضافه بقى لزياده الكاردياك اوت بوت، صح؟ زياده الكاردياك اوت بوت هتزود الديستريبيوشن اوف ذا بلاد. يعني بمعنى لما يزيد الكاردياك اوت بوت، لو الكاردياك اوت بوت مثلا اندر ريستنج كونديشن مثلا كام؟ 5 لتر بير مينت. مع الاكسرسايز ممكن توصل تخيل كام؟ تخيل ممكن توصل لكام؟ 35 ل 40 لتر بير مينت. واحد يقول لي احسب هتتحسب ازاي بير مينت؟ بير مينت بتحط الصوره؟ طيب واحد دلوقتي مثلا ايه؟ معاه مليون ريال. هو بيتبرع هو بينه وبين ربنا بيقول انا بتبرع كل سنه بعشر المبلغ اللي عندي. هو معاه مليون ريال يبقى هيتبرع بعشر المليون. السنه اللي بعدها ربنا فتح عليه علشان هو انسان كريم وبيساعد الغلابه فبقى معاه مليار. هيتبرع بعشر المليار هيبقوا ذا سيم؟ هي نفس النسبه. هي عشر المليون وعشر المليار لكن القيمه اختلفت. وضحت الصوره؟ فلما يزيد الكاردياك اوت بوت لو قلنا مجازا ان المصل هيوصل لها 5% بس ومش هنقول انها تزيد وهي هتزيد. يبقى دلوقتي ما 5% من ال 5 لتر بير مينت غير 5% من ال 40 لتر بير مينت، وضحت الصوره؟ لكن اصلا بيحصل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد. انكريز اوكسجين سبلاي تو ذا اكتيف ماسل، زميلكم كان بيقول ده بيزيد الاكسجين ديماند، صح؟ طب بيزيد الاكسجين سبلاي ازاي؟ اذا كان الكاردياك اوت بوت بيزيد واذا كان الايه؟ البلاد فلو للمسل بيزيد، طب الاكسجين بيتشال على ايه؟ ما هو الاكسجين بيتشال بواسطة البلاد، صح ولا لا؟ زاد البلاد هيزيد الاكسجين سبلاي. ده مش كده وبس، في نقطة غاية في الأهمية افتكروها دلوقتي وهتفتكروها وهتتسألوا على اس كيو فين في الريسبيريشن، غاية في الأهمية. حاجة اسمها أكسجين أوكسي هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف. هو كيرف بيرسم العلاقة ما بين، افتكروها كلمة صغيرة دلوقتي لكن هتعرفوها ان فول ديتيل في الريسبيراتوري. ما بين الأكسجين تنشن موجود في البلاد وما بين البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين ويز اكسجين، يعني الهيموجلوبين مشبع بقد الهيموجلوبين مشبع بقد ايه من الاكسجين؟ علاقته بالاكسجين تنشن. الكيرف الفؤالي ده النورمال يبقى اس شيبد اور سيجمويد شيبد كيرف، جزء منحدر كده وجزء مور اور ليس هوريزونتال. مع الاكسرسايز ركزوا في النقطه اللي جايه دي، مع الاكسرسايز بيديك الكيرف اللي تحت ده، يعني حصل شيفتنج اوف ذيس كيرف توورد ذا رايت. ما انت عندك الرايت اهو، بص الناحيه دي رايت والناحيه دي ليفت. اما اقول لك الكيرف ده يبقى ناحيه الرايت ولا الليفت؟ يبقى شيفت ناحيه الرايت. طب وايه الاهميه؟ ركزوا في النقطه دي اللي جايه مهمه دلوقتي وهتسهل عليكم وانت بتذاكر الريسبيراتوري. لو انا جبت عند اي اوكسجين تنشن هنا وجيت اشوف القيمه هنا على النورمال لقيتها وليكن 60% مشبع بالاكسجين. الهيموجلوبين عند النورمال وليكن هنا مشبع بنسبه 60%. وانا بعمل اكسرسايز ب 40% معناه ان الهيموجلوبين كميه الاكسجين اللي ماسكه فيه قليله ولا زادت مع الاكسرسايز؟ قلت. يعني انت خارج من بيتك، ركز، انت خارج من بيتك ب 100 ريال مثلا، خلاص في اليوم الاولاني صرفت اللي صرفته ورجعت بتشوف اللي في جيبك لقيته 90 ريال يبقى انت صرفت كام؟ 10. طب في يوم تاني انت خارج ب 100 ريال خرجت صرفت اللي صرفته قبلك معرفش عامل اديته حاجه وهكذا رجعت البيت لقيته 10 ريال يبقى انت صرفت كام؟ يبقى انت كنت كريم في انهي مرحله؟ في انهي واحده فيهم؟ وكنت بخيل وماسك في الفلوس بايديك وسنك في انهي واحده؟ الاولانيه كنت انت ماسك يعني اصرف
ال 10 ريال حلوين، ده انا صرفت 10 النهارده عين الباقي، فاهمني؟ كنت انت ماسك في الفلوس بايدك واسنانك، صح؟ يعني ايه؟ الافينيتي للفلوس كانت عاليه، الافينيتي للاكسجين هنا كانت عاليه، مش عايز يسيب الاكسجين. في الحاله الثانيه لا، ده انت كنت كريم، الفلوس لا تمثل لي شيء، طب ده خلاص صرفت كذا جبت كذا، فضل معاك 10 ريال، يعني معناها ما كنتش متمسك بالفلوس قوي. يعني الافينيتي للفلوس كانت قليله، الافينيتي للاكسجين هنا بقت قليله. من رحمه ربنا شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه، مع الاكسرسايز الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين از ديكريز. الاكسجين في الحاله ده الهيموجلوبين بيبقى معطاء، ولذلك بتبقى كارثه بقى في حاله الكربون مونوكسيد بويزنج. كربون مونوكسيد بويزنج بتعمل العكس، رخمه. انتوا عارفين لما واحد يكون في مسجد وبعدين بيقولوا يا جماعه احنا عايزين مبلغ يدفع علشان هنجدد حاجه في المسجد، صح؟ انت بتطلع بتمد ايدك في جيبك علشان تطلع واحد ابن حلال في ريحه، قال نخزف يا عم يا عم اللي تدفع له، هات لك بوه سامسونج ولا هات لك بوه ايباد ولا ما اعرف، صح الكلام؟ لانه هو دفع، يعني هو كده كده مش هيدفع، خلاص هو مقرط على جيبه مش عايز يدفع، ولا منه خلاك انت اللي كنت عايز تدفع تدفع. فالكربون مونوكسايد بويزنج بتزود الافينيتي، بتعمل العكس، تخلي الكيرف شيفتد ناحيه الليفت، فتزود الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين، فتخلي الاكسجين ما يطلعش من الهيموجلوبين فيحصل هايبوكسيا. لكن مع الاكسرسايز لا، الهيموجلوبين كريم قوي. انت يا مصر عايز اكسجين، طب خد، فالمصر تاخد الريكوايرد اوكسجين بتاعها، صح ولا لا؟ اخر نقطتين وهنكمل في اللاب ان شاء الله. نرجع للمصر، عرفنا اهو زاد الاكسجين سبلاي ليه؟ بيزيد التيشو فلويد فورميشن. انتوا لسه مذاكرين الإديمة وكنا لسه بنسال عنها في السيمينار، مش خدنا السيمينار وخدنا بي بي ال وخدنا كلام، وجت ذكرت كلمه إديمة والانترستيشيال فلويد فورميشن. عارفين بيتكون ازاي يا جماعه؟ كنتوا انتوا زي الشطار كنتوا بتقولوا في الهارت فيلير في التي بي ال وفي الايه وفي البي بي ال، كنتوا بتقولوا ايه؟ انا عندي كابيلر اهي، ايه اللي يزود الفلتريشن للفلويد؟ كنتوا انتوا زي الشطار بتقولوا ان زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. اما يزيد الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر دي فلتر ايدي فورس، مش انتوا اللي بتقولوا كده صح؟ قال لك خلي بالك، انا دلوقتي مع السمباثيك استيميليشن، مع السمباثيك استيميليشن قال لك بيزيد الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. اما يزيد الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، مش انت عندك اصلا الارتيريا بلاد بريشر كله بيزيد؟ اما انت دلوقتي ادى الارتيريال اند وادى الفينوس اند، البريشر جاي اصلا من الارتيريال سايد عالي، صح ولا لا؟ اما يجي عالي الهيدروستاتيك بريشر يبقى عالي، ولا زي نظريه الحنفيه والخرطوم؟ الحنفيه اهي والخرطوم اهو. لو انا دلوقتي زودت الحنفيه على الاخر والخرطوم اللي هو كانت فيه اوبننج صغيره، مش الميه هتخرج من الاوبننج ديت بسرعه عاليه؟ طب لو انا هديت الحنفيه هتبقى اقل، يبقى ما زود البريشر يزيد الهيدروستاتيك بريشر، صح ولا لا؟ زاد الهيدروستاتيك بريشر هيزيد الفلتريشن اوف فلويد انتو ذا انترستيشيا، مش كده وبس. فمع السمباثيك ستيميليشن بيحصل كابيلاري دايلاتيشن، فما يحصل دايلاتيشن زي ما خدتوا اكيد هيستولوجي وفيسيولوجي في المايكرو سيركوليشن، في حاجه اسمها كابيلاري بورز، في فتحات في الكابيلاريز، صح ولا لا؟ في كابيلاري بورز هيحصل الدايلاتيشن لهذه البورز، صح؟ فيزيد الفلتريشن اوف فلويد. ده مش كده وبس، حصل دايلاتيشن، حصل زياده للكابيلاري بيرميابيلتي اللي هي ثالث حاجه، وحصل اللي هي ثالث حاجه اللي هي زياده للبيرميابيلتي، يبقى زاد الهيدروستاتيك بريشر، زاد الدايلاتيشن فزاد الدايمتر اوف بور، زاد البيرميابيلتي فهيزيد الانترستيشيال فلويد فورميشن. طيب لما دي كارثه، صح ولا لا؟ تخيل كده انك قاعد تكون فلويد في الانترستيشيا، دي حاجه كويسه يا جماعه؟ فانت هتدخل بقى في ديما ومشاكل. شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه، الطالب الشاطر يا جماعه مش بيقرا وخلاص، اقرا وافهم وشوف عظمه ربنا في اللي انت بتدرسه، صح ولا لا؟ مش مجرد قاعد اقرا والسلام، وقاعد ادخل بالامتحان ارجع الكلمتين وخلاص، لا، حاول تدخل الكلام على عقلك وقلبك، صح؟ في ناس ما حدش بيدعوها للاسلام، بس مجرد انهم بيقروا علماء بيقروا يعملوا، بعدين حد بس يقول لهم ده المعلومه دي مذكوره في القران بيسلموا على طول، يقول لك ده مش بشر اللي يقول الكلام ده، صح ولا لا؟ فركز معايا انه
شوفوا العظمه بقى في النقطه الاخيره دي، بنزيد حاجه اسمها ايه؟ اللي هي الايه؟ الليمف فورميشن اند درينج. الليمفاتيك هنا في الانترستيشن، ربنا حاطط لك ليمفاتيك درينج هنا. مع الاكسرسايز هيحصل برضك دايلاتيشن في الليمفاتكس. في كابيلاري، في مش في سيستميك كابيلاريز؟ في ليمفاتيك كابيلاريز. هيحصل دايلاتيشن فيها فتزود الدرينج اوف ذيس فلود، يبقى خلصتك من الاكسس فلود. سهل الكلام ولا صعب يا جماعه؟ تو سمرايز النقطه دي، اللوكال افكتس اوف اكيوت اكسرسايز اون ذا ماسكولار اون ذا سكريتال ماسل، عرفنا هيزيد البلاد فلو وعرفنا ليه، الاكسجين سبلاي هيزيد وليه، عرفنا التيشو فلود فورميشن هيزيد وليه، وعرفنا اهميه زياده الليمفاتيك درينج. هنكمل ان شاء الله في اللاب. تو سمرايز الكلام اللي احنا قلناه النهارده، اتكلمنا على ايه يا جماعه؟ اول حاجه اتكلمنا على سيرتن ديفينيشن البلس بريشر، وعرفنا المين ارتيريال بلاد بريشر، عرفنا فكره الاكسرسايز قايمه على ايه؟ ايه الفاكتورز افكت ذا ريسبونس اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم اون اكسرسايز. بدانا بالاكيوت ريسبونس وعرفنا الجنرال افكتس منهم، ثم اتكلمنا على اللوكال افكتس اون سكيليتال ماسل. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ بالتوفيق ان شاء الله.